فتحنا لك فتحا مبينا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. كل عام وحضراتكم بألف خير وسلامة وصحة وعافية وستر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الرابحين في هذا الشهر المبارك الكريم. جواهر المعاني هذا العام اللي هنعيشها مع حضراتكم في شهر رمضان حول آيات الدعاء في القرآن الكريم. آية جوهرة اليوم في هذه الحلقة الافتتاحية وردت في قلب سياق آيات الصيام، يعني آيات الصيام اللي جت في سورة البقرة جاءت في قلبها هذه الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحقيقة أن تأتي هذه الآية في قلب آيات اللي جاءت توضح فرضية الصيام وأحكام الصيام والحديث عن شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، ده في إشارة مهمة للاجتهاد في عبادة الدعاء في هذا الشهر المبارك. الدعاء من أكبر أبواب الخير التي متى طرقت فتحت. الله تعالى كريم، الله تعالى كريم، إذا دعي أجاب، وإذا سئل أعطى. سبحانه وتعالى يمنح، يمنح ولا يمنع إلا لحكمة، حتى وإن لم ندرك هذه الحكمة بعقولنا القاصرة، لأنه مهما كان علمنا فعلمنا محدود قليل وقصير، وعلم الله تعالى عظيم واسع شامل بلا حدود. لما أعرف كده وأفهم كده كويس، هفهم إن المنع من الله للعباد عين العطاء. لما هفهم أن الله الحكيم العليم هو الذي يصرف للعباد وفق حكمته وعلمه جل جلال الله، هفهم إن منع الله عطاء بل عين العطاء. المرء مأجور على كل حال، فينبغي علينا لزوم هذا الباب العظيم، باب الدعاء، فهو فعل الأنبياء والصالحين وعباد الله تعالى المتقين. لكن ينبغي علينا إن احنا نفهم فقه الدعاء، ونفهم من فقه الدعاء إن فلسفة الدعاء في شريعة الإسلام قايمة على إن الهدف من الدعاء ليس في حصول الحاجات فقط. يعني إيه ليس في حصول الحاجات فقط؟ يعني أنا لي دعوات معينة أتوجه إلى الله تعالى الكريم فأسأله من خير الدنيا والآخرة، ما يكونش همي وقصدي من الدعاء إجابة الأدعية اللي أنا عايزها فقط، لا،
أيوة أنا بسأل الله سبحانه وتعالى الغني لا مانع، لكن ما يكونش همي من الدعاء إن أخد الطلب بتاعي فقط، لكن يكون همي إني أتحقق يتحقق العبد في مقام العبودية لله بالخشوع والخضوع لله تعالى الدائم. مهما يحصل لي في الدنيا، مهما تموج بي الأقدار في هذه الحياة الدنيا، يتحقق القلب الضارع لمولاه جل في علاه بالتعلق به وحده سبحانه وتعالى. ويعرف العبد إنه الدعاء في الرخاء والشدة هو في ذاته عبادة، إن أنا أكون بس على طول مع الله، قلبي معلق بي خاضع بين إيديه، وإني أعرف إنه من كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخاء. أكون أنا ملازم لهذه العبادة، ملازم لهذه العبادة دائما أبدا، وقت الرخاء اللي أنا فيه، وقت السعادة، وقت استقرار الأحوال، عشان لما أدعو الله تعالى في أوقات الشدائد ده بيسرع إجابة الدعاء. ليه؟ لأن أنا متجرد دائما أبدا لهذه العبادة، مش معلق قلبي بأنه فقط أنا عايز الحاجة دي، فأنا عايز الحاجة دي تيجي وفقط، مع أن العبادة أوسع من كده، عبادة الدعاء، لأن الدعاء بحد ذاته يعني عبادة مجردة، يعني هو مجرد عبادة مطلوبة، مش بس سؤال القضاء والحاجات، ده موجود طبعا من ضمن يندرج تحت عبادة الدعاء، لكن في حد ذاتها الخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله عز وجل قمة العبادة، لأن ساعتها أنت عرفت أنك عبد فقير محتاج والله غني لا إله إلا هو. وعبادة الدعاء ليها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الشريف الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله ذكر أن العبادة الدعاء، ويعني سبحانه وتعالى يعني نوحده لأنه لا إله إلا هو. وكذلك إذا احتجنا وإذا سألنا، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فأنت موحد تعلم أنه لا بد من اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة. وعشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام رويت الكثير والكثير من الروايات اللي بتعلمنا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يصحى وقبل ما يأكل وقبل ما يدخل إلى المرحاض أعزكم الله، وإذا لبس الجديد، وإذا خرج من بيته، وإذا أنهى بدأ طعام، وإذا أنهى الطعام، وإذا أراد أن يتصدق، كل لحظة من لحظات النبي ذكر ودعاء. فنلتزم هذا الباب العظيم وهذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني، والآية الأخرى يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. لكن في سؤال مهم، أو السؤال اللي خلينا نقول بيطرح نفسه دايما، ليه أحيانا الإنسان بيتساءل ويقول أنا كتير بدعي بحاجة معينة، بدعي بيها كتير بشيء معين لكن ما بيحصلش، ولأن الإنسان بيلاقي الحاجة ما بتحصلش يقوم سايب الدعاء، والدعاء بمجرده عبادة يؤجر الإنسان عليها. أقول الشيء، أنت بتقول إن أنا بدعو الله سبحانه وتعالى بأشياء معينة أو بشيء معين ولا يجاب الدعاء، ده أنت اللي بتقول كده، لأن إجابة الدعاء ليها ثلاث صور، إحنا بس حصرناها في صورة واحدة فقط، هي تحقيق المطلوب اللي أنا عايزه، أو اللي أنا سألت الله إنه أنا عايز الحاجة الفلانية أو عايز الشيء كذا، ولما ما تحققش اعتبرت إن الدعاء لم يجاب. لا، إجابة الدعاء ليها ثلاث أحوال. أنت دعيت ربنا بشيء معين،
إما ربنا في الدنيا سبحانه وتعالى يحقق للإنسان ما يريد أو ما طلب، دي حالة، دي صورة. الصورة الثانية إما إن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لهذا الذي يدعو ربه أجر وثواب هذا الدعاء، يدخر له ده ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ما احنا قلنا إن الدعاء يعني بمجرده عبادة. أي الإنسان بقى بيسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، أعطاك الله ما تريد في الدنيا أو لم يعطك، ويعطيك الصورة الثانية الثواب على هذه العبادة في الآخرة، وعلى قدر الإخلاص بيكون مضاعفة الأجر والثواب. الصورة الثالثة في مسألة إجابة دعاء الداعي أن يدفع عنه المولى سبحانه وتعالى شر كان هيحصل له في الدنيا. يبقى أنا ليا ثلاث صور في إجابة الدعاء، إحنا حاصرينها في حاجة واحدة بس، في صورة واحدة بس. أنا سألت الله شيء معين فلم يجب الدعاء، لا، صحح مفهومك في فقه الدعاء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بيّن سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الحديث الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها، بها يعني بالدعاء الذي دعا به مولاه. والدعاء ده شرط، لا فيه إثم، ما بتدعوش بإثم ولا بمعصية ولا بقطيعة رحم زي ما بنشوف بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، يعني يصرف للإنسان ما كان يطلبه في دعائه فربنا يجيب الدعاء ويديله اللي عايزه ده في الدنيا، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يدخرها له، يعني يدخر الثواب بتاعها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، إنه في شيء وحش كان هيحصل لك ببركة دعائك لمولاك صرف عنك هذا السوء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة إن العقول تفهم وتدرك حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. الله الحكيم، الله العليم، الله الخبير، الله الرحيم. عرفت أنا ده، تحققت في هذه المعاني، يطمئن قلبي ويسكن ويهدأ. مهما تعصف بيه الامتحانات والابتلاءات وتنفعل بيها وتتعب وتتأثر، ما انت لازم عشان تؤجر، لكن انت عارف انه اللي بيصرف لك المقادير الله الرحيم، الله الحليم، الله العليم الحي القيوم، فتسكن. وفي حكمة جميلة، تسكن يعني مهما انت استمر على عبادة الدعاء، صرف لك ما تريد او لم يصرف لك ما تريد، فهناك ثلاث صور لإجابة الدعاء. وفي حكمة جميلة جدا لسيدي بن عطاء الله رحمه الله، بيقول فيها: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. يعني انت عمال بتطلب بتطلب بتطلب، بتسأل الله سبحانه وتعالى وبتلح في الدعاء بتاعك بأشياء معينة مثلا، فما يكونش تأخر أمد العطاء وصرف ليك الحاجات اللي انت عايزها يكون موجب أو يخليك تيأس من رحمة الله، لأن الإياس من رحمة الله ده من القنوط، الواحد كده ما يقنطش، لا يقنط من رحمة الله، ومن الكبائر. فلا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. فهو إنما، أي المولى، فهو سبحانه وتعالى إنما ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك. هو اللي بيختار لك الصالح، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. معنى كده إن تأخر الإجابة مش معناه إن الدعاء لم يقبل من الداعي، ومش معناه إن الإنسان ييأس، ومش معناه إن الإنسان يترك الدعاء أبداً. ينبغي على الإنسان أن يستمر في الدعاء، بل ويكثر مع الإلحاح، كما ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب الملحين في الدعاء.
ولازم نكون عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه العظيم يصرف من الأقدار لنا ما فيه الخير لينا، يعطينا الأصلح حتى من اللي بنختاره لنفسنا، وده من رحمة رب العباد بالعباد. يعني ممكن الواحد مننا يكون متعلق بشيء وبيحب حاجة معينة، والشيء اللي انت بتحبه ده فيه الشر، بس انت مش عارف عشان علمك محدود. لكن صاحب العلم الواسع العليم جل جلاله الله الذي ليس لعلمه حدود يعلم ان اللي انت بتدعي بيه ده وتدعو الله بيه فيه شر ليك فيصرفه عنك. او احيانا الانسان بيكون بيكره حاجة جدا وعايز بقى يعني متضايق ومتضجر ويائس وبتكره الحاجة دي، وكون تكون الحاجة اللي انت فيها دي سبب تكون في امتحان شديد وصعب وشايفه انه تقيل، وهو جاي بهذا الثقل الذي تراه العيون او تستثقله النفس، لكن جاي معاه مدد الله الخاص اللي ما بيجيش الا للصابرين، فيشدد الامتحان والابتلاء ويفتح معاه باب عطاء خاص ما بيكونش الا للصابرين، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في ختام فقرة الجواهر وفي أولى حلقاتنا نقول ونذكر أنفسنا والسادة المشاهدين الكرام أن الله تعالى هو العليم الخبير الحكيم علام الغيوب. علمه سبحانه وتعالى محيط شامل لكل شيء. هو سبحانه وتعالى عليم بخلقه وعباده، يعلم أن لنا سبحانه يعلم أن لنا حوائج لا تقضى إلا بأمره، يعلم أن لنا رغائب سبحانه وتعالى يعلم أن لنا رغائب لا تنال إلا بفضله. فهو الله الغني، فهو الله الغني، فهو الله الغني، ونحن الفقراء إليه. وقد جعل سبحانه وتعالى جعل لكل شيء بابا، وجعل بابه الدعاء، فمن لزمه بيقين وحسن ظن بمولاه وتضرع وخشوع وتذلل بأنني العبد والأمة الفقيرة إليك يا الله وأنت الغني، فتح له هذا الباب وحصل كل مطلوب ونال كل خير. فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو الله الحكيم الحي القيوم. هو الله، هو الله، مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. سريعا هناخد الأسئلة لضيق الوقت. السلام عليكم ست أم أحمد. يا ست أم أحمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ست. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. أنا بكلمك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيبة، وأنا قلقت عليكي في الغيبة الطويلة ديت، وربنا يعود عليكي بالخير والصحة. الحمد لله. ويبارك في أولادك. آمين. ويسعدك. آمين. أنا كلمتك قبل كده وأنا بعزك جدا جدا جدا. ويشفي الوالدة. ادعي لنا معاكي في هذه الأيام الكريمة والليالي الطيبة. امين يا رب. يا رب يا رب يديك الصحه يا دكتوره ويخليك لنا وتعلمنا منك كل حاجه حلوه. امين والله. اجعلوا رمضان سعيد عليكي وعلى اسرتك. علينا وعليكم جميعا وعلى بلدنا الحبيب وسائر بلادنا. على اولادك وعلى مصر كلها. يا رب يا رب يفرح مصر دائما. يديك الصحه والعافيه. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان انا بصلي الفوائد، بصلي مع كل وقت وقت. بتصلي الفوائد؟ الفوائد دي كتير ولا فرد او اتنين؟ يعني من بعد 20 سنه كده. اه
بصلي قضاء على طول مع كل وقت، مع الفجر مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء. تمام. فانا عايزه راي حضرتك، هل كده يعدي من سن 20 سنه؟ انا دلوقتي 63. طب ما شاء الله ما شاء الله، انت كفيتي ووفيتي ان شاء الله، لكن يعني عايزه تستكثري من هذا الخير، يعني حاجه ترجع لحضرتك وربنا يبارك في عمرك. حاضر استاذه شهنده. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد كل لله كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وبالف خير وسلام. سريعا يلا استاذه شهنده. خير يا رب. طب لو سمحت، انا كلمت حضرتك قبل كده، قولي لي اللي قلت لك على النظام اللي هو الاكراميات اللي جوزي بياخدها. ما احنا جاوبنا. ايوه ماشي، ما انا عارفه حضرتك. في بقى حاجه تانية. ايه؟ انا جوزي واولاده معاملته سوق مع بعض، وحشه قوي مع بعضهم. الزوج يعني زوجك واولاده يعني؟ واولادي. بقعد اقول له يعني بالراحه، يعني لما العيل يغلط بلاش. هو عصبي ولا ايه يا شاهين؟ هو عصبي بس عصبي معانا يا دكتور. شغله سهل ولا يعني ممكن بيبذل مجهود جامد؟ هو مش مبرر يعني الواحد يقعد يتعصب على طول، بس يعني لا، هو بصراحه معانا احنا هو حلو او وحش، هو بره كل الناس بتحلف بيه. بقول له يا عم خليك انت معانا حلو وخليك بره وحش. لا ولا بره ولا جوه ساعة. ولا بره ولا جوه يا استاذه شاهند. شكرا ليكي. معانا طيب، معلش عشان النهارده الوقت ضيق، هنطلع لكتابنا كتاب قلوب عامره، واحنا ده التصوير الجديد للكتاب، الموسم الجديد له هيتعرض مع حضراتكم ان شاء الله يوميا، فهنخرج ان شاء الله نتابع كتابنا وهو بروايه حفص عن عاصم بقصر المنفصل. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة ومشاهدي كتاب قلوب عامرة وكتابنا. احنا بنبتدي مع حضراتكم الموسم الجديد واحنا ممتثلين للأمر الإلهي ورتل القرآن ترتيلا، واحنا بنذكر حضراتكم ان احنا الرواية اللي بنقرأ بيها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، هي دي الرواية اللي احنا بنقرأ بيها. بنعلم بطريقة بسيطة جدا ما فيهاش اي نوع من التعقيد، بنعتمد في طريقتنا على التلقين، بنصحح الآيات، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والقبول الدائم، وإنه يعيننا على إتمام هذا العمل الشريف. وإحنا متوقفين عند، هنبتدي النهاردة السورة اللي عليها الدور، سورة النبأ، فحضروا مصاحفكم معانا ونبتدي إن شاء الله التصحيح مع بعض. زيكم عاملين إيه؟ معانا النهاردة بقى قراء جدد، معانا الزهراء ما شاء الله، زهراء ما شاء الله من أهل القرآن، معنا كمان مريم، ومعنا لانا. أهلا وسهلا مع المجموعة بتاعتنا القديمة، فيلا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنا هبتدي بأنس الأول وبعدين أدخل على لارا. يلا يا أستاذ أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. كملي يا لارا. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم. فين النون؟ لازم أعمل توسط عشان لو ما عملتش توسط النون إيه مش هتبان من صفاتها كده. كلا سيعلمون 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 ثم كلا. لا ثم يبقى أنا عملت ميم ألف دي ميم بس. في أنا عندي هنا إيه حكم الميم هنا إيه؟ اللي عارف يرفع إيده وبعدين هسأل. قولي يا زهراء. تبقى نون مشددة حكمها تغنى مرة حركتين. حركتين النون مشددة يعني إيه حرف مشدد؟ عشان نراجع اللي خدناه قبل كده. الحرف المشدد في اللغة العربية يعني حرفين اتنين في بعض، أول حرف ساكن وتاني حرف متحرك. فثم أصلها لو أنا بفك الثم دي هتبقى الثاء وميم ميم، تمام؟ ميم ساكنة وميم متحركة يتضموا الاتنين مع بعض يبقوا مشددتين، يبقى الحكم بتاع الميم المشددة زي حكم النون المشددة الغنة. عشان كده بقول إيه؟ ثم كلا ثم. يلا يا سارة، أخبارك إيه يا سارة؟ نسيتي ولا لسه فاكرة القواعد؟ طب يلا. عم يتساءلون. لا أنا ما عنديش ألف. عم يتساءلون. وفين الأربع حركات؟ الأربع حركات بتوع المد. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. كمل يا شروق. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يلا يا زهراء. عم يتساءلون. لا كده كتير كده كتير. لا 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 يا زهراء ما شاء الله عليكي، لكن دول أربع حركات. أنا القرآن ده بيعلمني النظام والانضباط، مدد الأحكام بمدد زمنية مش ما بمزاجي بقى مد. إحنا بنقرأ كما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة القرآن، والصحابة علموا للتابعين وبعد كده إلى أئمة القراء، وهكذا إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا بالإيه؟ بالاتصال المتصل بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلم ده ما فيهوش تأليف، فيه اتباع، خدناه تلقيني وبنقراه كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا هنا أما أجي أمد بهوايا ولا مد بالقاعدة اللي أنا عارفها؟ طب أنتوا فاكرين قواعد المد؟ حروف المد كم حرف؟ هي آدم ثلاثة، الألف والواو والياء. طيب لما بيكون حرف المد جاي وراه همزة في نفس الكلمة ده مد، بنمده كم حركة؟ في نفس الكلمة ولا ما حدش كلمة لما أقول في نفس الكلمة بنمد كم حركة؟ حركة اللي هي العد، واحد اتنين تلاتة أربعة، أو بحرك إيدي كده أو بعمل كده بعد كده زي ما قلت لكم بقلبكم هتظبطوا قوي العد. هي عبد الله أربع حركات. أربع حركات. الزهراء قراءتها ما شاء الله لكن مدت عدت الست حركات. لا ده مد بنسميه مد إيه؟ مد إيه ده؟ محدش يتكلم. ها مد متصل. أي مد متصل اسمه مد إيه؟ واجب. أربع حركات تمام؟ مد متصل الواجب أربع حركات خلاص؟ يلا يا زهراء.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يلا يا سادن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سادن الهوى ما نطلعهوش من الأنف، وانا قاعد عامل كده واقرا طلع الهوى كله من الخيشوم. لا، ما طلعش الهوى من الأنف. يلا يا عبد الله. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يلا يا مريم. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. احسنتي. يلا يا ادم. ها بنصور اهو بدري شوي عشان تلحق تنام. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جميل. ننتبه لهذه النقاط المهمة. وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم. ست ام احمد كانت بتسال قبل الفاصل عن قضاء فوائت الصلاه لمده سنين طويله تقريبا 20 سنه، فهي بتصلي مع كل صلاه صلاه تانية. هل اللي هي بتعمله مظبوط؟ اللي حضرتك بتعمليه صحيح ان شاء الله تعالى؟ وبتنيني اعمل كده حتى يغلب على الظن ان انا قضي ما علي من الصلوات اللي فاتني أدائها في وقتها، لأن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة مرتبطة بوقت، إذا فات الإنسان أداء الصلاة على وقتها وجب عليه القضاء أنه يستغفر ويتوب من ذلك، ووجب عليه القضاء، فدين الله أحق أن يقضى وفضل الله واسع. أختنا الفاضلة الأستاذة شهندة بتتكلم عن ان الزوج طريقته صعبة جدا مع الاولاد، يعني بيزعق بيشخط عصبي معاها ومعاهم. طبيعي في مثل هذه الامور او في اي مشكلة حياتية احنا بنقابلها، لازم الانسان يدور عن الاسباب الحقيقية وراء الشخص الغضوب ده. هل متحمل اشياء كتير فوق طاقته؟ يعني هل هو مثلا احنا ضغطين عليه؟ هل احنا بنكتل عليه في البيت مثلا لما بيرجع؟ وهل انه هو مثلا عمله شاق جدا؟ يعني كل الابحاث دي الامور دي ندور فيها حتى لا نظلم من امامنا. لكن هي مهش، يعني حتى لو كان هناك اعباء كثيره، هي مش مبرر ابدا انه هو كل تعاملاته مع اولاده تكون بالزعيق وبالشخط وبالصوت العالي. لانه النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى الرفق في التعامل مع كل شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. فلازم نكون رفقاء عشان نصلح الذرية ولا نضيع من معنا. وعلينا بالذكر وكثرة الدعاء
بأن ربنا يشرح صدره ويسكن فؤاده ويهدئ من هذا الغضب. والصدقة نتصدق، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك أن تطلق ألسنتنا بذكرك ودعائك، وأن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا وتقضي حاجاتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وانصر بلادنا، وأغث مستضعفينا بقدرتك، يا حي يا حي يا قيوم. اللهم آمين أجمعين، بجاه سيدنا الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.